والآن ينضم إلينا دكتور صخر النصور أستاذ علم الجيولوجيا من عمان. دكتور صخر أهلا بك، ما هي قراءتك الأولية لهذه الأرقام الصادرة رسميا حتى الآن من الحكومة التركية حول الضحايا والمصابين وكذلك المنازل المهدمة؟ شكرا جزيلا كشعور إنساني نتعاطف بشدة مع الضحايا وأهليهم ونسأل الله الشفاء للمصابين. الحقيقة أن هذه المنطقة معروفة أنها نشطة زلزالية، وهذا يصنف من الزلازل المدمرة في هذه المنطقة، وهذا يأتي نتيجة تصادم الصفيحة العربية وحركتها باتجاه الشمال مع الصفيحة الأورازية على امتصاص يعني على طول مناطق التماس بين تلك الصفائح. نتيجة هذا التصادم تتفرغ هذه الطاقة التي هي تحرير للطاقة المخزنة في باطن الأرض وفي الصخور يعبر عنها بهذا الزلزال. ها كانت صفيحتان من الصفائح الكبيرة التي اعتدنا أن تكون منطقة نشطة زلزاليا، وعادة ما تتركز في إيران وتركيا والقوقاز، وبالتالي تاريخيا شهدت هذه الزلازل يعبر عنها في هذا حجم الدمار الهائل والضحايا، عدد الضحايا المتزايد في كل لحظة وفي السوري أو في الجنوب التركي. و يعني هذه يعني كوارث طبيعية تحدث نتيجة تصادم هذه الصفائح وحركتها المستمرة. نعم سيد صخر، أريد أيضا أن أسألك عن مسألة الارتدادات التي ربما أشار إليها نائب الرئيس التركي. لدينا 78 هزة ارتدادية حتى الآن بعد زلزال كهرمان مرعش، لو توضح لنا ما هي الصورة حول ذلك؟ الوضع الطبيعي عندما يكون هنالك زلزال كبير ومدمر بهذا الحجم يفوق 7.7 على مقياس ريختر، الوضع الطبيعي أن يحصل زلزالات ارتدادية وسنشهدها وهي ممتدة وكبيرة. والملفت للانتباه أن الهزات الارتدادية أيضا قوية، بلغت تقريبا حسب القراءات الأولية 6.5 على مقياس ريختر هذه الهزة الارتدادية، وبالتالي مجموع هذه الهزات هي تعبيرا عن حجم الزلزال الاول الكبير الذي حدث فجر هذا اليوم، وستستمر سلسله من الزلازل. ربما للتوضيح، عفوا سيد خليل، ربما للتوضيح والعفوا على المقاطعه، ربما العاجل على الشاشه امامنا يقول انهم 66 هزه ارتداديه، اذا هل تتوقع المزيد ايضا من هذه الهزات الارتداديه في المستقبل القريب؟ الإشارات يعني أولا لا يمكن لأحد أن يتنبأ بحدوث الزلزال، العلم لا زال قاصرا عن تحديد وقت وزمان الزلزال، ولكن أما وقد حدث الزلزال فالأمر الطبيعي أن يكون هزات ارتدادية ناتجة عن هذه الهزة، أعتقد أن تستمر إلى يعني مساء هذا اليوم وتخف حدتها بالتدريج لأن الطاقة الكلية تفرغت وتبدأ يعني حدة هذه الزلازل تخف تدريجيا من الهزات الارتدادية. نعم سيد خليل، أيضا أريد أن أسألك عن الدول التي ربما شعرت بالدول المجاورة لتركيا وسوريا والتي شعرت ربما بهذه الهزة الأرضية لكن ربما بحدة أقل، ماذا عنها؟ هل هناك أيضا توابع لهذه الهزة؟ نعم، المنطقة المجاورة سوريا ولبنان منطقة بلاد الشام شعرت بذلك، حتى نحن في عمان رغم ان المسافه 590 كيلو متر تقريبا. نعم. شعرنا ولكن بشكل خفيف. نحن نتحدث عن ربما محيط جغرافي كبير سيد صخر. نعم. نتحدث عن مصر والعراق والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا وكذلك ارمينيا وقبرص، هذا المحيط الجغرافي الشاسع كيف تقراه؟ أقرأه من تركيب حركة الصفائح الموجودة عليه. الأردن كما تعلم وسوريا موجود على الصفيحة العربية وهي التي أدى يعني حدث الانصدام بينها وبين الصفيحة الأخرى، وبالتالي حتما سنشعر بهذا، ولكن كلما ابتعدت المسافة عن موقع وبؤرة الزلزال كلما كان الإحساس والشعور في الهزة الأرضية أخف كثيرا. هذا طبيعي أن نشعر به على هذه المسافة البعيدة،
وبالتالي القراءات الزلزالية أو المراصد الزلزالية الأردنية والعربية والشرق المتوسطية رصدت هذه الزلازل وقرأتها منذ الصباح الباكر في هذا اليوم، وحتما أن نشعر به، ولكن بتكون أخف بكثير. ما يميز هذا الزلزال أنه قريب من السطح بالإضافة إلى قوته، زلزال شديد مدمر وقريب من السطح ليس عميق كثيرا. القراءات الأولية اللي طلعت عليها تشير إلى عمق 10 كيلومتر، وبالتالي ليس عميق بقدر الكافي. هل قربه من السطح سيد صخر يؤثر يزيد على مدى الضرر الذي يحدثه؟ طبعا نعم. كلما اقترب السطح كلما كانت تأثيراته أكبر على المناطق المجاورة تحديدا والملاصقة له، وبتكون التعبير عن دمار أكبر. لذلك شاهدنا المنازل والمنشآت والبنى التحتية التي تعرضت إلى الدمار، وسبب ارتفاع عدد الضحايا بأنه حدث فجرا، وبالتالي معظم السكان والناس يكونوا لا زالوا موجودين في منازلهم، وبيكونوا حكما في الغالبية في حالة نوم يعني، ويعني وقت الذروة اللي بيكون فيها السكان لسه في منازلهم، وبالتالي هذا سبب من اسباب ارتفاع ايضا عدد الضحايا.